قريبا سيتغير كل شيء وتصبح هذه الطريق المتهالكة في خبر كان، إذ صرح عضو المجلس البلدي إغدامس عبد الصبور الكبير لـ 218 أن المعضلة في طريقها للحل بعد أن حلت المشاكل الإدارية مع ديوان المحاسبة وتمت تغطية مصاريف الشركات المنفذة من ميزانية الطوارئ الخاصة بالمجلس الرئاسي. هناك بشرى لأهالي المنطقة، منطقة إغدامس لشامل بلديتين درج وإغدامس، بأن موضوع طريق إغدامس في طريقه للحل النهائي بعون الله تعالى. هذه الطريق كانت يتم تعاقد مع شركة فيادوكت الكرواتية لتنفيذ مسافة 310 كيلومتر من نالوت حتى إغدامس مرورا ببلدية درج. لأكثر من 9 سنوات والمسافرون يعانون من تردي هذه الطريق التي تربط بين بلديتي إغدامس ودرج بالعاصمة، واليوم تم تكليف شركتين لتعبيد الطريق وتم البدء في نقل الآليات لمباشرة العمل. الرئاسي أصدر قرار بأن تولى تمويل الجزء المتبقي أو الفارق في الأسعار من ميزانية الطوارئ، وهذا بإخلاص حقيقة من ديوان المحاسبة ومن مصلحة الطرق والجسور وزير المواصلات والرئاسي وعمدة البلدية كما أسلفنا في السابق. تضافر جهود بلديتي إغدامس ودرج أفضت إلى الوصول لحل سينهي معاناة طالت لسنوات، ولم يبق سوى مسألة وقت لتمهد هذه الطريق ويصل المسافرون إلى وجهتهم دون تعب أو مخاطرة.